خوتنا اللي راكم تتابعوا فينا، من فضلكم بارطاجيو لنا لايف في مجموعات تعدل تاع قالنا. ان شاء الله باه نتحدثوا على حوصله حول الزياره اللي كان قام بها اليوم السيد المدير العام لوكاله عدل لولايه قالنا، وبعض الامور اللي راح نتكلموا عليها اللي تخص المكتتبين وتخص كثير من الامور وكثير من الاشياء اللي راح نزيحوا عليها السيطار وكثير من الاشياء المبهمه لدى المكتتبين، ونتكلموا ان شاء الله. بارطاجيو لنا يطلع شويه لايف برك ان شاء الله، ونتوكلوا على الله. بارطاجيو في لي باج خاصه تاع مكتتبي عادل قالمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. راك فرحان؟ والله ربما الفرحه ان الانسان يبدي ما يخفي. الانسان ماهوش فرحان مادام ما داش السكنه، ماهوش فرحان. ان شاء الله احنا نحاولوا نتكلموا على كثير من الامور، وان شاء الله نوصلوا مع اخواننا المكتتبين. احنا تعلمنا دائما ما عندناش راي وحدنا، انا رانا شركاء كل ان شاء الله، والراي الانفع والاصلح لينا بربي ان شاء الله نتبعوه، وباذن الله ما يكون غير الخير ان شاء الله. اذا نطلع شويه لايف، عاودوا بارطاجيو لنا بارك الله فيكم. اذا بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي اخواني مكتتبي عدل اثنين الاعزاء ابناء ولايتي، احييكم بتحيه الاسلام وتحيه الاسلام السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كما كتبت في صفحه حوصله حول الزياره اللي كان قام بها السيد المدير العام لوكاله عدل لولايه قلمه اليوم، اقول في البدايه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اخواتي اخواني، لا يخفاكم ان طلعنا اليوم الموقع حجر المنقوب لما سمعنا بالزيارة اللي كان سمعنا الزيارة اللي كان فيها السيد المدير العام لوكالة عدل اليوم لولاية قالمة. طلعنا انا والاخ بابي وحبينا نتكلموا معاه، وسمعنا انه كان ماهوش راح يجي للموقع تاع 1100، سمعنا انه كان ماهوش جاي. طلعنا تحدثنا معاه، سنيناه كان في اجتماع، ولما خرج وقفناه الحقيقه استقبلنا وجا وحكى معنا. قلنا راني في زياره وعندي عمل نقوم به. طلبنا منه انه اذا كانت في الاجنده تاعو زياره الموقع 1100 ولا لا. قلنا لا، راني نجي للموقع 1100 ونتلاقاو ثم ونتحدثوا. خلينا قام بالزيارة تاعو على ما يرام. جينا الموقع 1100 بقينا نستنى فيه. جاء السيد المدير العام، هبط للتيرا يعني وين راهم قاعدين يبني وقاعدين يديروا في التهيئة، وجاو خمسة مكتتبين عدل ما نذكروا لا أساميهم لا ألقابهم لا حتى شيء، درك يظهروا للعيان والناس كل تعرف، وإن ديجا الناس راهي عرفت هذا على شريط بارطاجة في المدير صفحة تاع المديرية العامة، الناس راهي عرفت. المكتتبين هذا ما نرجع السح للمدير العام، بعد نرجع للمكتتبين. سيد المدير العام ما خلاوش نزل في الموقع، قف السيارة تاعو. جاء المدير تاع شركة أنتاس، أمر العمال اللي معاه قال يطلع عندي للإدارة ونعاودوا نرجعوا للموقع. حنا تكلموا معنا قالوا لنا راهو راح يطلع ويجي ودركا يجي هنا وتحدثوا معاه بما انه ضربنا معاه موعد باش نتكلموا معاه. بقينا نستناو فيه في الموقع. طلع السيد المدير العام، كانوا هناك خمس مكتتبين يستناو في المدير العام باش يهبط حتى هما يهضروا معاه ولا يديروا انشغالات ولا مانيش عارف. واذا به طول شويه المدير العام والمكتتبين اللي كانوا يستناو الخمسه هذا ما بداوا يروحوا بالواحد بالواحد بالواحد
احنا ما على بالناش واش صرا. بعد جانا اتصال هاتفي قال لك المكتتبين اللي راهم كانوا ثم معاكم راهم طلعوا وتقابلوا مع المدير العام والوفد اللي معاه والمدير تاع شركه انتاس في اجتماع، وراهم خرجوا الوفد هذا اللي جاء تاع المدير العام وراهم راحوا للولايه. انتم راك ما هضرتوش وما هضرتوش، وراح من ثم عاود ترجع للموقع ولا دا شاف وفيريفا ولا ما كانش. درك الناس هذم شكون يتصل بهم؟ اهل البيت كما قلت لكم قبيله في الشيء اللي كتبته، كاين تواطؤ شويه بين وكاله عدل ولا تميز هذم المكتتبين على المكتتبين اخرين وتتعامل غير معاهم هم. لست ادري لماذا، هذا سؤال يطرح نفسه، لانه اذا كان هذم الناس راهم حطوا في لي باج تاعهم وقالوا رانا مدينا ورقه فيها جميع الانشغالات تاع المكتتبين، ولكن انا شفتها الورقه هذه اللي مدوها او البيان اللي مدوه، البيان اللي يحمل في اللونتات تاعو في من فوق يقول باللي جمعيه احرار مكتتبي عدل اثنين قال، وهذا البيان اللي مدوه خالي تماما من كما نقولوها باللغه الفرنسيه الكاشيو لاغريف من الختم والامضاء. اذا كان انت تقول انا جمعيه وقدمتي على اساس انك جمعيه، الجمعيه راهي عندها اسس وقواعد تبنى عليها، واذا كان حبيت تمد بيان وانت مازلتي ما تحصلتيش على اعتماد ما تقولش بلي راني جمعيه وما تمثل حتى انسان. ونرجع شويه للجمعيه هذه اللي راكم قلتوا راح نديروها والا درتوها في الخفاء، ما علمتوناش احنا كمكتتبين، قليل اللي راهو يعلم، حتى الناس اللي راهي مشات معاكم انا نقول مغرر بهم لانهم ما يعلموش واش كاين واش ما كانش. احنا ديما نركزوا لكن ترجعوا معنا شويه للوراء اخواني اللي كانوا بدانا وناضلوا معنا من البدايه على سكنه عدل قلمة. سكنه عدل قلمة اللي كانت السباقه ربما في كثير من الولايات، وكان المشروع تاعها انطلق، وكانت زياره للوزير الاول اللي كان حاكم السكن السيد يوسف شرفة، وتلاقينا معاه في المواقع في بوشقو في المنقوب في واد زناتي. وراهو من خلال الضغط اللي كنا نديروه والوقفات اللي كنا نديروها السلميه جابت ثمارها في البدايه، واعطونا المشروع تاع 8300 سكن في مدينه قالما. ولما جاء الوزير يوسف شرفة قالنا انه مدينه قالما هي المدينه الاولى اللي تحصلت على المشاريع كامله مثل عدد المكتتبين. يا سيدي من بعد الضغط جاب خير المواقع اللي راح يبنيو فيها السكنات. كاين ناس اللي كانت تناضل معنا نشكرهم، نوجه لهم تحيه خاصه ونقول لهم راكم رجال والحمد لله. قال ما راهي فيها رجال وفيها الناس اللي تحب تكسر الرجال، باش تفهموني مليح اني جاكم في الموضوع وبرب ان شاء الله ما نتمناش نطول عليكم. الحاجه الثانيه زاد جا الوزير طمار، تلاقينا معه في الموقع تاع حجر المنقوب، وزدنا طرحنا له الكثير من الانشغالات واعطيناه عريضه اللي تتضمن جميع الانشغالات تاع المكتتبي تاع عدل قلمة، وفيها كذلك عريضه اخرى للاخوه اللي من بوشقوف اللي داروا فينا ثقه وعطونا الامضاء تاعهم، وهما كانوا حطوهم في الموقع تاع 1100 وهما يطالبوا باش يرجعوا للموقع تاع حجر المنقوب. القائمه هذه فيها 161 مكتتب والحمد لله جابت حتى هي، ولو انهم عطاوهم شهاده تخصيص ومن بعد رجعوهم رجعوا للبوشقوف الحمد لله. ولكن الشيء اللي حاب نتكلم عليه اللي هو منذ البدايه احنا نتكلموا دائما على الشفافيه والوضوح. احنا رانا 8000 مكتتب، 300 راحوا داف الله كناب مبروك عليهم، بقينا في 8000 رانا شركاء في كل شيء، في الحوار على احنا نديروا اللايف، على نروحوا لجميع المواقع، كاين مواقع مازلنا ما وصلناهاش راح نزوروها ونديروا منها مباشر، على نتكلموا على جميع المواقع، نتكلموا على الناس الكل، لانه احنا شركاء في كل شيء. انت قادر تكون جار، انت قادر تكون جارتي، انت قادر تكون تسكن فوق مني، انت تقدر تكون تسكن بجنبي، وبالتالي احنا نتمنوا ان نكونوا جيران خاوه، ما نكونوش جيران اعداء. والهدف تاعنا الوحيد هو الحصول على السكنات في اقرب وقت ممكن. نرجعوا للموضوع تاع الجمعيه، احنا رانا كونتر ان نديروا جمعيه اصلا، لانها راح تولد ميته كما قلت هذيك النهار، وراهي ماهيش في وقتها، راهي جات متاخره كثير. قاموا جماعه
وتقدموا بملفات في 2016 وحطوا باش يديروا جمعية، ولكن دائما هناك عراقيل وما داروهاش. ولكن باش تجي مجموعة تستغل المكتتبين، بعض المكتتبين نقول ما همش كل فئة قليلة، وتحب تدير بيهم جمعية دون علم نحن، وأي شيء راهم قاعدين يدير فيه كلش في الخفاء. يا أخي إذا كان نيتك طيبة وسليمة أخرجها جهر في النهار، اكتب عندك الصفحات، اكتب احنا ما ناش قافلين لصفحات حتى على إنسان، وما حد الناس كنت تقدر تبارتاجي، اكتب قول أنا سرنا حابين ديروا جمعية من التواريخ، دير جمعية عامة، شوف ناس حابة تترشح، ماكش دير لي لعاب حميدة والرشام حميدة. لا يا أخي لا، هذا أمر نرفضه جملة وتفصيلا. وإذا كان حتى هذه الجمعية ولدت رانا ما نستعرفوش بها، احنا رانا مديرين استبيان في الصفحات، وخرجنا للعلن الإخوة المكتتبين كل اللي يحب يشارك مرحبا به، الاستبيان يعمروا نديروا جمعية عامة تترشح الناس اللي حابة تترشح اللي راهم يحبوا يخدموا قضية عدل، مرحبا بهم من جميع الفئات، قاري ماكش قاري، مهم تكون كفء برك، مهمناش وش تكون انت ولا قرايتك ولا دراستك ولا مستواك ولا المنصب تاعك، مهم انك تكون تقدم اضافة لنا احنا كمكتتبين باش نسرع في اقرب وقت نتحصل على سكناتنا. وهذا هو الهدف الوحيد لازم نحطوه بين عينينا، ان نتحصل على السكنات في اقرب وقت. ناس راهي معانا مضرورة، ناس راهي معانا كارية، ناس راهي تمد 24 مليون في العام كرا، كما قلت انا اليوم للسيد المدير العام لما جاء ما كملت، ما سمحت ليش فرصة باش نكمل نعطيه جميع الانشغالات. الشيء اللي ركزت عليه هو انه الناس راهي كارية ب 24 مليون في العام، معناها اذا كان هناك تأخر في المشاريع والشركات ماهيش راح قاعده تخلص في التاخر تاع الانجاز، راه قاعد يخلص فيه المكتتب 24 مليون يقدر يخلص بها الاعباء تاع عامين. نرجع لموضوع الجمعيه، رانا حطينا لكم الاستبيان وحطيناه، ونتمنى ان شاء الله من الاخوه اللي راهم يديروا ثقه فينا، احنا رانا ناس نهضروا في العلن ونهضروا كل شيء من درك وحد شيء، واللي عنده اي اشكال معنا يتفضل مرحبا به. رانا حتى باش نزيد نطفيو أكثر شفافية على شيء اللي رانا نقوموا به، الحمد لله تعرفونا بروفيلاتنا كل بأسماءنا وألقابنا، نغيس محمد، حليم بوزريبة، علي سردوك، كبيد ورث، بابي زين الدين وادنا، رانا معروفين. أنا ما نتعاملش مع إخواني المكتتبين ببروفيل مجهول، لأني مانيش قاعد ندير في الغلط، لو كان جيت ندير في الغلط ندير بروفيل مجهول لأغراض شخصية، نستغل قضية عدل، نستغل إخواني المكتتبين من أجل نديرهم كسلم من أجل الوصول إلى مآربي. ولكن الناس اللي حابة تدير جمعية، أنت يا أخي حاب تدير جمعية باه تجي من الموقع تاع المنقوب للميلسون على أساس خواتك المكتتبين ما نقبلوهاش، على جال باش تحب تنحي ناس من وادزنات يعطوهم في الميلسون بصحتهم يا أخي بصحتهم، الا غالب الوكاله تاع عدل عندها معايير تمشي بها، قالت لك في الاول نمشي بمعيار الرقم التسلسلي، همشت بالرقم التسلسلي الله يسهل الله يسهل، ولكن ما تستعملش المكتتبين كاداه، وتولي انت تروح تتفق مع وكاله عدل وتروح تدير معها اجتماعات سريه كما سمعنا اليوم العشيه، روح درت اجتماع سري مع المدير بعد ما طبختوها اليوم مع المدير العام والمدير تاع شركه انتاس اللي راهي ضربت بينا 6 سنين وما سكناش ولا 7 سنين وهي تجري فينا. اذا واش حبيت نقول، باش تحب تروح تدير حاجه كيما هذه اخي من فضلك ما ديرهاش على اساسنا احنا، وما تروحش تتعامل مع وكاله عدل وتتعامل معها بسريه، رانا نتوسوسوا منك ونقولها بكل صراحه، نتوسوسوا منكم كل. أنا تحب تدير حاجة أعلم المكتتبين خاوتكم شركاء كل، وأنا رأي أي رأي أي مكتتب بيهمني، ويسمح لي الأخبابي ما عيطلوش في اللايف هذا وما عيطش لحتى واحد، حبيت نقعد وحدي وندير لايف معاكم ونبرد قلبي بارسكو راه اليوم النهار كامل وأنا على الأعصاب، وصدقوني نهضر معاكم وأنا راني في حالة بارسكو علاه تمنينا نوصلوا لحاجة ولقينا عراقيل وناس ما وصلوناش ليها. بعد ما كان المدير العام زار الموقع تاع 1100 اللي ما زاروا حتى واحد من قبل، حتى انه المسؤولين في الجزائر من الوزير وهبط يقولوا لهم قال ما توفا بيان، اذا كانت قال ما توفا بيان وعلاه مسكناش حتى اليوم؟ ها وعلاه مسكناش؟ الولايات كل سكنت
ولايه كل ذات سكنات وحنا مازلنا ما سكناش، وحنا مازالت عندنا امور كثيره اللي راح نزيدو نجريو عليها. مازالت لنا المرافق اللي في المنقوب ما كانش، المرافق في الميلصا ما كانش، المرافق في بوشقوف، بوشقوف على الاقل قراب شويه قريب الموقع تاع حمل لافيل. مازلنا واد زناتي كيف كيف في جبل العنصر، وين هي المدارس، وين هي كما قلت هذيك النهار اتصالات الجزائر، وين هي المراكز الصحيه، وين هو الامن الشرطه، وين هو النقل. هذه كل راح نتكلموا عليها. اذا كان درك من اليوم بدينا نكسروا بعضنا وتخرج لنا فئه من حيث لا ندري، يقولك احنا رانا درنا جمعيه. انا متاكد انه كثير منكم ما على بالوش بها، كثير منكم ما على بالوش انه كاينه مجموعه تلمت وراح تدير جمعيه. احنا ما نقبلوش بهذا الشيء، ورانا حتى احنا درنا وحطينا استبيان ان شاء الله تعمروه في اقرب وقت باش نقدموا حتى احنا، واللي حاب يترشح مفتوحه عليه الابواب. مرحبا بكم كل رانا خاوه، مرحبا باي واحد يجي معانا. فقط نستوقف شويه بنقول لكم زيدوا بارطاجيو لنا اللايف برك باش يوصل للاخوه اللي راهم معانا، ونستسمح الاخوه اللي معايا عذر اني درت لايف هذا وحدي. يلا غالب سامحوني راني مضغوط وكنت مروح، بس ما نقدرش نرقد ونخلي اخواني المكتتبين ما على بالهم بوالو. اذا الناس بزاف راهي بعث تساؤلات وقالت شكون هما وهكا، احنا ما يهمناش شكون هما كاشخاص، يهمنا الشيء اللي يديروا فيه انه شيء غلط جمله وتفصيلا، ورانا رافضينه، رافضينه رفضا قاطعا. ونتمنى من الاخوه المكتتبين يكونوا يد واحده. كاينه وقفه نهار الاربعاء 9 قدام الولايه، راح نبقاو نضغطوا. واللي يقول لك الوقفات ما جابتش، انا نقول لكم انه والله الوقفات هي اللي جابت المشاريع تاع عادل قالمه في البدايه، وهي اللي خلاتنا نوصل للشيء اللي وصلنا له. توقفنا وقت كانت الناس تهجمت علينا، وناس ما خلاو ما قالوا فينا، دخلوا حتى في حياتنا الشخصيه ومانيش عارف علاه، ربما وصلت معلومات غلطه، نقولوا وصلت شيء غلط. ولكن جبدنا وقت، ودركا كي شفنا الامور زادت طولت رانا عاودنا رجعنا. خاوتي من فضلكم، اخواتي من فضلكم، حطوا اليد في اليد. احنا رانا ناس نحبوا ولايتنا، نحبوا بلادنا، نحبوا نديو سكناتنا في اقرب وقت، نحبوا الناس المضروره معانا تسكن. راهي ناس معانا اقسم بالذي لا اله الا هو، والله في ضر كبير 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 كبير. ولهذا خاوتي من فضلكم ارواحونا في الوقفات، ورانا مازلنا نضغط، والضغوط الضغط تاعنا راه جاب نتائج. الميلصون راهم بداولها في الغاز، الموقع تاع 271 راهو تلقي انطلاقه فعليه، الموقع تاع واد زناتي راهو ماشي، والدوسون راهي زاد بدات اللي كانت، الستسون تاع بوشقوف بربي ان شاء الله مفتاه او ربما راح تتوزع في نوفمبر، 700 600 تاع المنقوب سمعنا انها راح تتوزع كذلك في نوفمبر، ولو انه المرافق ما كانش مش عارف راح يكون توزيع شكلي بالمفاتيح ولا راح يخليهم يسكنوا. هنا المينصون كيف كيف الشركه هاي انطلقت اليوم، ولو انها ما عجبتناش الوتيره اللي راهي ماشيه بها، ولكن احنا رانا نتبعوا ورانا واقفين عليها بربي ان شاء الله، وربي يعطينا القوه والجهد، ونتمنى وتدعيوا لنا معاكم ان ربي يوفقنا الشيء اللي فيه الخير، لان ناس حبوا نديروا الخير فقط، ورانا حابين نسكنوا نقطه ارجع للسطر. ما نحبين ندخلوا في صراعات، ما نحبين نوقفوا ضد ناس، ما نحبين نديروا حتى حاجه. كما قلت احنا ناس نحبوا بلادنا، نحبوا ولايتنا، نحبوا تكون امور تاعنا كامله مزدهره، وعلى ولايه قال ما عدنا نشوف في ولايات اخرى نغيروا، على ما يكونش عندنا مواقع نموذجيه تكون من حيث التهيئه، من حيث المرافق، من حيث كل شيء، على ما نستاهلوش، لا نستاهلوا نص. ناس رانا نحبوا الخير لهذ بلادنا. المهم اخوتي واش راح نقول لكم، الشيء اللي صرا اليوم انا قلناه لكم، الشيء اللي نستنكره بشده قلناه لكم. ما ديرش اجتماع ورايا، وما تطلعش لفوق وتمد بيان ورايا، لا. احنا قبل ما كنا نمدوا البيانات كنا ننشروها، وحتى الاخوه اللي رانا عطيناهم لي دي بي تي البرلمانيين تاع قال ما نشرنا لكم 8 صفحات تاع الانشغالات، وفتحنا الابواب للناس كل اللي مازال عنده انشغال ماهوش مكتوب يزيد يعاود يبعثوا، وبقاو يتصلوا بنا البرلمانيين لاخر نهار قبل ما يتلاقوا الوزير، قال لك اش ما عندكم اضافات اي حاجه رانا هنا. بارك الله فيهم على كل حال. احنا اللي يوقف معنا ديما نقول له بارك الله فيك. خاوتي واش راح نقول لكم باش ما نطولش عليكم، كان هذا الشيء اللي راهو صرا اليوم انا علمناكم به بحذافيره،
نتمنى توقفوا معنا والله يا أخوتي، معنا نية نتكلم على المجموعة اللي معايا سواء اللي ذكرتهم ولا اللي ما ذكرتهمش، نيتنا الوحيدة هي أن نوقفوا مع أخوتنا ندي السكن في أقرب وقت. أما وكالة عدل بالنسبة لنا احنا، الوكالة اللي ما سكنتنيش 8 سنين وسبع سنين، أنا ما نقولش راني ضدها لا، ولكن أنا راني متابع لها، متابعها ونحاسبها ونوقف معاها وعليها مدرتيش وعليها مك، وكي تسحقني الوكالة تاعي راني هنا موجود، أي شيء تلقى فيه إشكال نوقفه، احنا ما كانش حتى مشكل. ولكن باش يغلقوا علينا أبواب الحوار ويروحوا يتحاور فئة معينة لمآرب أخرى، احنا ما راناش نحتاجوا ناس عندهم مآرب أخرى، احنا ما ناش في وقت باش نفتحوا صراعات ولا نفتحوا أي جبهة مع أي واحد، الوقت ما يسمحش، وإحنا ماذا بينا نسكنوا في أقرب وقت، أقرب وقت أقرب وقت. ناس راهم يتصلوا بيا، ناس راهي في ضر كبير يا خوتي، رانا في الدخول الاجتماعي، رانا تدهور القدرة الشرائية، رانا كاين حاجات بزاف اللي راهي ضرتنا، وزيد لها الأعباء الكراء. خوتي أنا في الأخير وش راح نقولك، بارك الله فيكم اللي رانكم نصطوا وصغيتوا لشي اللي راني قلته، واللي عنده أي حاجة رانا هنا موجودين، واللي عنده إشكال معنا احنا كأشخاص يتفضل مرحبا به، احنا رانا عنا لغة الحوار، من رانا ناس نتحاوروا ونوصلوا برب إن شاء الله النتيجة، ما عندنا حتى إشكال، حتى اللي عنده أي انتقاد نتقابله، النقد البناء والنقد اللي راح يخدم مصلحة عدل مرحبا به، أما النقد اللي يكون في غير محله من فضلكم نترفعوا عليه، لأن ناس محترمين وناس بعاد على كل شيء، واللي يحب ينضم للمجموعة مرحبا به، احنا ديما رانا نقولوها نفتحوا أبوابنا للناس كل، ومناش ناس مدايرين أرواحنا زعما زعماء، ولا رانا متبنين القضية هذه من أجل حوايج، لا احنا تبنينا القضية هذه لأنه معنا ناس الفئة اللي نحترموها كثير وراهم يراسلونا، حتى هم خوتنا اللي راهم في الجيش في الحدود، بارك الله فيكم على التشجيعات، خوتنا اللي راهم في الأمن والشرطة بارك الله فيكم، على بالنا بكم ما تقدروش تجيو، احنا رانا هنا نقولوها ديما ونعاودوها، ورانا برب إن شاء الله نوقفوا للصالح العام. إذا كان تهضروا على المكتتبين مني أنا وروح وتقولوا رام جراو وطلعوا للجزائر وداو في الميلسون، وهذيك نعلمكم انه ارقامنا الكرونولوجيه رانا قراب الكل، ورانا كل سجلنا بكري، ورانا كل في الميلسون، وفينا جماعه حليم بوزريبه كان مع من المقرر انه راح يدي معنا في الميلسون، مسكين راه ودا في المنقوب، وكاين جماعه معنا اللي راهم في المنقوب عادي جدا متقبلين الامر بصدر رحب، احنا رانا ما عندناش اشكال، رانا نجريو بربي ان شاء الله باه الناس كل تكون سواسية ونتحصل على سكنات في أقرب وقت. ونزيد نقول لكم حاجة، الناس اللي قالت أننا نجرين على مصالحنا وطلعنا للجزائر، الناس اللي معانا راه يدات في السانكيام إيطاج وفي الساتيام إيطاج، لو كان احنا فعلا نجينا جرينا على رواحنا ما تمايش الناس تدي في السانكيام وتدي في الساتيام وتدي في النافيام إيطاج، هذا اللي واقفين معانا في القضية تعادل منذ البداية، ولكن هم الناس كل راه تواضعت ودات حقها كما يسمح به القانون وبالشي اللي دارت وكالة عدل. المهم إلى هنا إخواني باش ما نطيش عليكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة وأحلام أسعد، ونتمنى إن شاء الله يا ربي أني وفقت في إيصال بعض المعلومات، ونزيد نعطيكم معلومة قبل ما نروح، أني مانيش نحرض في إخواني المكتتبين على الناس هذوما اللي راحوا ولا اللي حبوا يديروا جمعية، لا أنا ما نكونش إنسان نحرض، لا حبوا يديروا حاجة بصحتهم، المهم تكون بشفافية وتكون شركاء اليوم 8000 مكتتب يعلموا بكل شيء، باش ما يدخل حتى توسويس ما تدخل حتى حاجة بين المكتتبين اللي تعكر الصفو تاعنا، لأن في وقت ما يسمح لناش أن نديروا الانشقاقات، رانا في وقت نحبوا نتلموا على قد ما نقدروا، بارك الله فيكم يا إخواني المكتتبين، نتلاقاو إن شاء الله نهار الأربعاء 9 قدام الولاية، جزاكم الله كل خير، ربي يحفظكم إن شاء الله، وإن شاء الله نتحصل على سكنتنا في أقرب وقت، وراح تكون زيارة للوزير بالمناسبة في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله، راح نزيد نطرحوا له الانشغالات على المكتتبين كل ونوصلوا الحلول، ومن ننتهز الفرصة كذلك باش نبارك الإخواننا أصحاب الطعون اللي كانوا يدفعوا الملفات في 2013 وما رجعوا لهمش، وراهم رجعوا لهم بالإيجاب وجبدوا الإشاء تاعهم،
باش يدفعوا الشطر الاول، نزيد نطلب منهم حتى هم ينضموا ان شاء الله وينضموا معنا حتى مكتتبين كيفهم كيفنا، والحمد لله يا ربي. واللي عنده اي اشكال او اي مشكل يتفضل مرحبا به، رحنا هنا موجودين. نتمنى ان شاء الله تكون عندنا جمعيه في اقرب وقت، باش حتى على الاقل نكون في اطار قانوني، اطار نقدر نشوفوا كيفاش نضغطوا، ولو ان نضغطوا بلا جمعيه. يعني هي الجمعيه هذه حبيناها تكون باش ما نخليوش ناس تستغل الفرص برك وتنتهز الاخوان المكتتبين وتحب تروح دير راي. هذا واش نقول لكم اخواني، تحيتي لكم كبيره، شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه، ليلتكم سعيده طيبه ان شاء الله، ونلتقي ان شاء الله يوم الاربعاء امام مقر الولايه. واللي عنده انشغال مرحبا به، وراح نجيبوا الاستبيان ان شاء الله ونزيدوا نعمروا، ثم جيبوا لنا لي كارت ارقام التسجيل باش نديروا، وربما نحطوا النهار هذاك ان شاء الله الملف تاع الجمعيه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، ليله سعيده ومع السلامه.